حكاية اليوم بعنوان جاء الثعلب. اجتمعت الأرانب والبطات والدجاجات داخل القزم، الجميع حضر إلا الأرنب سمسمة. دخلت الأستاذة الحمامة وشرعت في العمل، وفجأة دفع الأرنب الصغير سمسم باب القزم ودخل يلهث. قالت الأستاذة الحمامة للتلاميذ: لقد أخطأ صديقكم الأرنب عدة أخطاء، فما هي؟ قالت الدجاجة الكبيرة: جاء متأخرا. وقال الديك الأحمر: ودخل بلا إذن. وقالت البطة الجميلة: ولم يلقي علينا التحية. صاح الأرنب والعرق يتصبب من جبينه: أعتذر لكم عن أخطائي، لكن استمعوا إلي أولا. قال الأرنب الأب: ما الخبر أيها الصغير؟ أجاب الأرنب الصغير وهو يستعيد أنفاسه: لقد جاء الثعلب. وما كاد ينهي كلامه حتى لفته عاصفة من الغبار، لم تتركه يرى أي شيء. فر كل من كان في قاعة الدرس، حتى الأستاذة الحمامة. فتح الأرنب الصغير عينيه فلم يجد أحدا إلا الكراسي المبعثرة هنا وهناك، فقال: لما لم يتركوني أتمم لهم بقية الخبر؟ فعلا لقد جاء الثعلب، ولكن اعترض طريقه الكلب الشجاع هوب وأرغمه على الهرب. بقي الأرنب الصغير وحده في القاعة مزهوا بنفسه وهو يردد: يا لهم من جبناء، يخافون الثعلب الماكر وأنا موجود. وفي تلك اللحظة استدار الأرنب الصغير جهة نافذة القسم، فأبصر الثعلب واقفا خلف زجاجها، فولى فارا وهو يصيح: أين أنت يا هوب هوب هوب؟